الجديد طبعا وجهة نظر استراتيجية هو الآن يتكلم عن التوافق أو الانتخابات. هنالك منعرجات عدة مرت بهذا الانتقال المتعثر الذي بدأ منذ 6 أبريل 2019. بعد مجزرة القيادة العامة خرج البرهان نفسه في بيان واضح المعالم أنه سيتم الانتقال إلى وضع إلى انتخابات مبكرة في غضون 9 أشهر وألقى التفاوض مع قوى الحرية والتغيير آنذاك. هذه الخطوة الأولى. بعد ذلك وقع على الوثيقة الدستورية. الآن بعد انقلاب 25 أكتوبر جاء بحاضنة سياسية على أنها قوى الحرية والتغيير وأصبح دائما في نقوص عن العهود، وهذا الذي عهدناه طوال من العسكريين خاصة في المشهد السياسي السوداني. إذن بعد أن أغلق كامل المشهد أصبح وذلك المشهد مصاحب بعنف مفرط في القضاء على أي مقاومة لهذا الانقلاب، أصبح الآن يعود إلى الخلف إلى درجة أن الوصول إلى توافق وطني أو الانتخابات المبكرة الذي ظل ينادي بها منذ يونيو 2019.